للحديث أكثر عن تداعيات الانفجار الذي هز بيروت والدعوات لتحقيق دولي في الحادثة، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. دكتور طارق، بداية أهلا بك. هناك مطالبات متزايدة لعقد تحقيق دولي في حادث مرفأ بيروت كما تعلم وتتابع. ما إمكانية أن يعقد تحقيق دولي في الحادثة في ظل معارضة بعض الأطراف الفاعلة في لبنان ورغبة أطراف تتلاقى مع الرغبة الغربية برأيك؟ هل هذا وارد؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا في بك. مرفأ بيروت هو جريمة كبرى مست ليس فقط المجتمع اللبناني وإنما الأمن والسلم الدوليين باعتبار تأثيراتها وتداعياتها الكبرى والخطيرة. لذلك دعوة رؤساء الحكومات السابقين وغيرهم للتحقيق الدولي هي لأنهم لا يثقون بالقضاء ولا بالأجهزة الأمنية اللبنانية، مستذكرين حادثة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وعدد كبير من الشخصيات والنواب التي لم يستطع القضاء اللبناني أن يحقق بها. وبالتالي في ذلك الوقت كذلك رفضت السلطات اللبنانية في 2005 التحقيق في تلك الجرائم أو السماح بتحقيق دولي. أصدر مجلس الأمن قرارا بإرسال لجنة تقصي حقائق التي قالت بعد أسبوعين إن الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضائية قد تعامدت إلى تغيير ممنهج في الأدلة والقرائن. من هنا ولمعرفة اللبنانيين أن القضاء اللبناني لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، لأن هناك سلطة قوية لميليشيات في لبنان وهي ميليشيا حزب الله المسيطرة على قسم كبير من الأجهزة القضائية والأمنية، لا يمكن الوثوق بتحقيق قضائي اللبناني. وأن السلطات الفرنسية كانت قد بدأت بتحقيق لسقوط بعض الضحايا الفرنسيين، إضافة إلى أن هناك فريق أرسل إلى لبنان للمساعدات ولعملية التحقيق، ولكن الدولة اللبنانية ترفض. من هنا تأتي أهمية التحقيق الدولي لتحقيق العدالة ولتبيان الحقيقة، لأنه بصراحة لا ثقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية ولا بالقضاء اللبناني على كشف تلك الحقائق. ونحن في لبنان نعاني منذ عام 1960 يعني أو حتى هذه اللحظة من الاغتيالات السياسية والجرائم التي لم يكشف عن معظمها حتى هذه اللحظة. نعم دكتور طارق، اليوم اقترح حسن نصر الله أمين عام ميليشيا حزب الله أن يقوم الجيش اللبناني بالتحقيق بدلا من فرق دولية، وهو ما يفسره البعض هروبا من دعوات التحقيق الدولي. باعتقادك لماذا يعارض التحقيق الدولي وبهذه القوة؟ في عام 2005 استذكر معك صديقي العزيز، عارضت الحكومة اللبنانية إجراء تحقيق في جريمة اغتيال الحريري، وذهب حسن نصر الله إلى عائلة الحريري وقال لهم أنني أنا أقف معكم وسوف أشارك عبر ميليشياتي في التحقيقات إذا رغبتم. تبين بعد 10 سنوات من التحقيق القضائي وبعد 15 سنة من انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان أن المتهمون هم 5 من ميليشيا حزب الله الإرهابية الذين قاموا بقتل رئيس حكومة لبنان. وفي تلك الفترة بالذات نستذكر منذ عام 2005 وحتى عام 2008 عندما قاموا باغتيال النواب والوزراء لمنع الحكومة اللبنانية من إصدار قرار الاتفاق مع الأمم المتحدة ولمنع انعقاد مجلس النيابي، وسكروا المجلس النيابي وعطلوا الأعمال البرلمانية، مما اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع بإنشاء المحكمة الدولية ولجنة التحقيق الدولية التي كما قلت لك. دكتور طارق، هل يفهم من كلامك أن نصر الله يخشى إجراء تحقيق دولي لعدم إثبات تورطه؟ شوف أخي العزيز لو سمحت، لسان حال اللبنانيين أن ما جرى في مرفأ بيروت هو التالي. هناك أصلا يعرف كل اللبنانيين ورؤساء الحكومات السابقين يعرفون أن هناك مستوعبات ومستودعات خاصة بميليشيا حزب الله لا تتدخل فيها الأجهزة الأمنية، يتم من خلالها تهريب السلاح إلى الداخل والكبتاجون وغيره إلى الخارج. حتى أن مكنات السكانر التي تكشف على البضائع معطلة في مرفأ بيروت منذ حوالي 7 سنوات. صندوق النقد الدولي منذ عدة أسابيع كان في اجتماع مع الحكومة اللبنانية لبحث الموضوع الاقتصادي، واشترط أن تتم سيطرة القوات الأمنية اللبنانية الشرعية على المرافق لتأمين الواردات والجبايات بشكل شرعي وعدم ذهابها إلى الميليشيات.
رفضت الحكومة ذلك. لذلك نعم، نعم التحقيق الدولي لا يمكن أن يتدخلوا به، أما التحقيق المحلي فهم يتدخلون به. ونحن نستذكر هنا كذلك المحكمة الخاصة بلبنان عندما طالبت عبر الانتربول بتسليم 5 عناصر من ميليشيا حزب الله، نعم رفضت تلك الميليشيا وقالت عنهم بأنهم قديسين فيما هم قتلة ومجرمين، قتلوا رئيس حكومة لبنان بالاتفاق أكيد بقرار سياسي من تلك الميليشيا. لذلك يلجأ حسن نصر الله كل مرة إلى هذه البروباغندا نعم الإعلامية مدعيا أنه يحافظ على السيادة، فيما هو ينتهك السيادة اللبنانية كل يوم عبر ميليشياته، وفيما هو متورط أصلا في تلك الجرائم، سواء كان في تخزين السلاح أو سواء كان بجرائم أخرى. نعم دكتور طارق، المعترضون يتحدثون عن أن التحقيق الدولي يعني خرقا للسيادة اللبنانية، وأنت أستاذ في القانون الدولي، هل الآليات التي تعمل بها اللجان الدولية فعلا هل تخرق سيادة الدول؟ هل هذا يحدث؟ أبدا، يعني نحن شهدنا محاكمات في عدة دول، محاكمات دولية كما هو الحال في يوغوسلافيا السابقة، عندما لم تستطع الأجهزة الحكومية القضائية في تلك الدول من تحقيق العدالة، لذلك تم إنشاء محكمة يوغوسلافيا لمحاكمة المجرمين اليوغوسلاف. أضف إلى ذلك مثلا في أوغندا تم إنشاء محكمة لمحاكمة المجرمين، وتم إدانة في ليبيريا كذلك تم إدانة الرئيس الليبيري. وبالتالي المحاكم الدولية تتدخل دائما عندما يكون هناك حدث دولي كبير، وعندما تعجز السلطات المحلية عن القيام بالتحقيقات القضائية نعم المناسبة والصحيحة. ونحن نعرف والكل يعرف في لبنان أنه ليس هناك ثقة لا بالأجهزة الأمنية ولا بالأجهزة القضائية، لذلك المطالبة بتحقيق قضائي. وهذا نعم لا يتعارض مع القانون الداخلي، لأن القانون الداخلي يفرض على الدول أن تحقق هي بنفسها، وإذا لم تستطع تطلب مساعدة خارجية. لكن في نعم حالة لبنان دائما هناك تدخلات، ونحن نعرف التدخلات اللبنانية وعمليات الاغتيال التي طالت عدد كبير من القضاة سابقا والضباط الذين كانوا ملازمون بالتحقيقات. من هنا كان إنشاء المحكمة الدولية الخاصة في نعم لبنان تحت الفصل السابع. ولكن حتى يعرف المشاهد حقيقة الأمر، أن الحكومة اللبنانية كانت في تلك الفترة تريد أن تتعاون مع الأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة. أغلق حزب الله البرلمان بقوة السلاح وبقوة الأمر السياسي، ومن ثم بعد ذلك لجأوا إلى الاغتيالات لكي يقوموا بفرض عقد الحكومة وعدم تشكيل حكومة شرعية، وسحبوا نوابهم وزراءهم من الحكومة، أي سحبوا الوزراء الشيعة، مما اضطر مجلس الأمن عندما وجد أن عمليات الاغتيال تطال النواب والوزراء لمنع إقرار المحكمة باتفاق مع الحكومة اللبنانية، أنشأ محكمة دولية خاصة تحت الفصل السابع. إذن المحاكم الدولية تأتي لتحقيق العدالة، لأن القضاء الوطني يكون عاجزا عن تحقيق هذه العدالة، شكرا ولأنه يعجز عن إعطاء الضحايا حقهم، وهذا بالعكس يشجع على تأمين العدالة، وإن كانت تلك العدالة هي عدالة بطيئة، لأن المحاكم الدولية في العادة تأخذ وقتا طويلا في التحقيقات والمرافعات والمحاكمات وإصدار الأحكام. من طرابلس كنت معنا عبر سكايب أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لك.